بيس بي ابو نيو. السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله معنا حاجة جديدة وهي الفرق ما بين الفيرب سي and watch. الفرق ما بين الفعل سي والفعل watch، اللي يعني لو قلت سي اموفي watch اموفي، هو ايه الفرق ما بينهم؟ بتحس ان الاتنين واحد، لان الاتنين بمعنى رؤية الفيلم، لكن هنا في فرق. لما أقول I see a movie، this means that I go to the movie theater and see a film، يعني أن أنا رحت مكان عرض الفيلم وشفته. But when I say I watch a film، I watch a movie، لما بقول ان انا بشاهد الفيلم، that means that I stay home and watch a film، ان انا قعدت في البيت وشفت الفيلم في البيت. يبقى ده الفرق ما بين see a movie and watch a movie. Thank you for your good listening. شكرا لحسن استماعكم. كانت معكم مس شيماء مصطفى، معلمة اللغة الإنجليزية، وعايزاكم ان شاء الله تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب لقناتي عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد، وان شاء الله مستمرة بيكم. Thank you.